السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة من جديد مع برنامجكم عيون الحقيقة. النهاردة وقبل ما نبدأ حلقتنا عايز أنوه للسادة المشاهدين اللي تم التواصل معنا من خلال الصفحات والبريد الإلكتروني والأرقام الظاهرة على الشاشة، وسألوا كتير عن موضوع خديجة اللي تم عرض حلقتها الأسبوع الماضي. عايز أقول إن خديجة يا جماعة بالتست سنوات اللي باباها رفض نسبها عشان إرضاء لزوجته حتى صار عمرها 6 سنوات. النهاردة في المحاكم وفي أخبار جديدة إن شاء الله في الحلقات القادمة هنقولها لكم. أما النهاردة معنا ومعكم شاب جميل، شاب يمكن دايرة المنتزه بالأسكندرية، عروس البحر المتوسط، الأحمر المتوسط، اتكلموا عنه كتير جدا جدا من خدماته ومن إنجازاته، من دفع الغرامات، دفع الكفالات لجميع مواطني دائرة المنتزه قبل ما يفكر في حاجة اسمها انتخابات. النهاردة معنا ومعكم ضيفنا معالي المستشار وليد محمد عبد المقصود العتي، ابن الأسكندرية، الشاب الجميل البالغ من العمر 36 سنة. أهلا وسهلا. أهلا بكم سيدي. النهاردة يمكن أنا من ضمن الناس اللي برحب جدا جدا بالشباب سواء في الانتخابات أو في أي مجال في البلد. والنهاردة لما عرفت وسمحت عن حضرتك أنا نزلت اسكندرية، يمكن هنسمع السادة المشاهدين التقرير دلوقتي، بس عايز أعرف الأول مين هو الأستاذ وليد العتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد بوجودي معكم النهاردة. أنا اسمي وليد محمد عبد المقصود العتي، عمري 36 سنة، محامي ومعايا ماجستير في القانون، بشتغل بمهنة المحاماة من 15 سنة تقريبا، مرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة المنتزه رقم 13 رمز الساعة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك يعني مش عايز أتكلم على البرنامج الأول الانتخابي بتاعك غير لما نشوف التقرير، ولكن دلوقتي أنا عايز أقول لسيادتك أنت بتمثل إيه للشباب؟ بص حضرتك، هو التوجه العالمي دلوقتي ان الشباب هو اللي بيقود التنميه في كل العالم. التوجه ده مصر اخذت بيه في المرحله الاخيره، شفنا شباب كتير في مناصب قياديه، نواب، محافظين، وزراء. الدوله بتسعى جاهدا لتمكين الشباب، ده اللي خلاني اتقدم ويديني الدافع ان انا ارشح نفسي لامثل الفعل الاكبر تعدادا في من الشعب المصري فئه الشباب. الشباب هو الامل، هو الحلم، هو المستقبل. ده اللي خلاني احاول اخد المبادره واترشح عشان امثلهم في الفتره الجايه في مجلس النواب. هل الدافع بتاع السيد الرئيس لاختياره الشباب كمحافظين، كمسؤولين، كوزراء اعطاك دفعه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. احنا الدوله كلها بتوجهاتها كلها بتنادي بتمكين الشباب، شفنا شباب كتير ما شاء الله تولوا مناصب قياديه ونجحوا. يعني الشباب لما بيتحط في منصب او بيتولى منصب بنشوفه ما شاء الله بيتالق وبيبدع بفكر جديد، برؤية جديدة، ما شاء الله العالم كله بيتقدم بفكر الشباب. طيب هستأذنك وأقول نطلع ونشوف التقرير ونرجع لحضرتك. اتفضل. خليكم معانا نشوف التقرير مع المستشار وليد العتي. مع شباب ودمك دي وليد العتي، رمز الساعة رقم 13، دائرة المنتزه. كل شاب صغير وكبير عينك على بلدك، عينك على بلدك، اوعى بلدك تضيع منك، مش هترجع تاني.
من عروس البحر الابيض المتوسط خاصه محافظه الاسكندريه عن دائره المنتزه، هيكون لنا لقاء مع اهل مرشحنا المستشار وليد العتي. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كل التحيه والتقدير للقناه الموقره اللي دايما بتسبق الاحداث. انا طبعا اسمي اللواء الدكتور اسامه عصمت الشناوي، استاذ القانون الجنائي باكاديميه الشرطه ومحاضر باكاديميه ناصر العسكريه، وحاليا يعني عضو مجلس القومي للمراه. طبعا الاستاذ وليد العتي والعائله والاسره جميعا بتربطني بيهم صداقه وعلاقه حميمه، وهو طبعا انا بعتبره من الجيل الشباب الصاعد اللي بيتمتع بوطنيه وانتماء وعنده رؤيه وعنده طموح واهداف سياسيه. انا شايف ان هي بتتواكب مع ظروفنا في هذه المرحله، خاصه ان احنا بنعيش فتره متاكدين فيها ان في مرحله خاصه بالتنميه. معانا مين حضرتك؟ دكتور محمد رمضان، معيد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. عايزين نعرف راي حضرتك في استاذ وليد العيد. هو الحقيقه يعني تجربه جميله جدا للنموذج الشباب في انتخابات مجلس النواب في هذه المرحله، وبالتالي احنا يجب ان ندعم فئه الشباب في انتخابات المجالس النيابيه في الفتره الحاليه التي تحتاجها مصر. ومعانا فضيله الشيخ ناجي زين العابدين. اهلا وسهلا شيخ ناجي. طيب ايه النهارده تقول ايه على الاستاذ وليد عتيمة؟ والله الاستاذ وليد العتي انا اول ميزه فيه هو من الشباب. انا بحب الشباب جدا، وهو رجل يعني على خلق فاضل، وانا جاره من زمان، فجاء النهارده مصر عشان اقيده يعني. مين معانا؟ ابونا ياسر صبحي. اهلا وسهلا بحضرتك. تقول ايه للاستاذ وليد العتي؟ هو استاذ وليد العتي طبعا هيجي النهارده عشان نقيده عشان وطنيته، واحنا طبعا عارفين عائله العتي من زمان قوي، وهم ليهم باع طويل في السياسه وليهم دور وطني كتير جدا وخادم كبير قوي، ولهم قاعده عريضه للشعب يعني، الناس كلهم شايفين تعبهم معانا. عائله العتي بتجدد معانا العهد، سبق وقدمت لنا نموذج طيب جدا كمتمثل في المرحوم محمود عباس العتي عليه رحمه الله، كان نموذج مشرف للدايره، نموذج مشرف للنواب. نقول للاستاذ وليد ربنا يوفقك وربنا معاك، ووليد طبعا شاب صغير طموح وربنا يوفقه ان شاء الله يا رب، راجل محترم ومؤدب ومن اسره طيبه. استاذ وليد تشكر الناس ازاي النهارده؟ انا سعيد جدا بوجودهم معانا النهارده، واحب اشكرهم، وجودهم شرفني بجد وزادني ثقه. سعيد للجمع الطيب، اتقدم لهم بكل الشكر وكل التحيه وكل احترام. بقول له بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك ان شاء الله باذنك يا رب. قبل محمود العتي المحامي، عايز اقول نشكر حضراتكم على تواجدكم معانا النهارده، وان شاء الله الاستاذ وليد يحاول يوصل صوتنا للبرلمان باذن الله. هتقولي ايه للاستاذ وليد العتي؟ اقول له بالتوفيق ان شاء الله، كلنا معاه باذن الله. مرشح استاذ وليد العتي، ربنا يوفقه وينجحه لانه مدعم للشباب. اقول له انت شاب طموح، ان شاء الله لك مستقبل في مجلس النواب، وان شاء الله اللي افضل لمصر جاي ان شاء الله. بقول له ان ترشيحه ده حاجه شرف للعيله كلها، وده يا رب يكون ان شاء الله سبيل الخير للاهل الدايره كلهم في خدمتهم. عرفنا. ايمن عبد العزيز العتي، عضو مجلس محلي محافظه اسكندريه السابق. والله بتمنى اهالي دايره المنتزه تنزل يوم 24 و25. الشيخ طبعا عبد الاستاذ وليد العتي ندعو له ان ربنا يوفقه على خير، شخصيه محترمه من الناس المحترمه من الناس المكافحه، ان هو نورنا، وان احنا بنقول من خلال مكاننا دوت ان شاء الله مسلمين ومسيحيين خلف الجيش وخلف الشرطه وخلف القيادات السياسيه في مصر. ومن دايره المنتزه شكرا، كانت معكم رشا صلاح عيون. سمعنا من اهل دايرته، سمعنا من جميع دايره المنتزه انه رجل قانون عادل، وانه افضل من يشرع ويناقش ويراقب ويقوم بخدمه اهل دايرته. مين هو؟ رمز الساعه رقم 13، الشاب الجميل اللي الدنيا كلها بتتحاكى باسمه، وهو معالي المستشار وليد العتي. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز بس اقول النهارده يعني بايجاز، يعني ايه برنامجك الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا لما تقدمت للترشح عن اهلي دايره المنتزه، تقدمت عشان انال ثقتهم وامثلهم في المرحله الجايه. المرحله الجايه مرحله الدوله فيها بتامل او بتطمح لنمو في كل المجالات. المرحله الجايه محتاجه مننا حد فاهم يعني ايه تشريع، حد فاهم واجبات ومهام عضو مجلس النواب. انا جاي بقول له انا واحد منكم، بمثلكم كلكم، اتربيت وعشت وسطكم، انا جاي بامل وطموح وفكر الشباب عشان امثلكم.
بقول لكم انا فاهم يعني ايه الدور التشريعي لعضو مجلس الشعب، يعني ايه الدور الرقابي، يعني ايه الدور الخدمي. المرحله الجايه محتاجه جدا نركز على الدور التشريعي. الدور ده من اهم الادوار اللي بيقوم بيها عضو مجلس النواب. محتاجين حد بجد فاهم يعني ايه استجواب، يعني ايه طلب احاطه، يعني ايه مناقشه، يعني ايه نشرع قانون. القانون بيحكمنا مش لفتره او سنه او سنتين، القانون بيحكمنا لمده طويله. القانون بيأثر على حياتنا في حاجات كتير. الدور الخدمي اللي الناس كلها بتقتصر دور عضو مجلس النواب عليه، اللي هو رصف الطرق او الحاجات ديت، مش هو ده دور عضو مجلس النواب خالص. احنا محتاجين حد بجد فاهم في التشريع، حد بجد فاهم في سن القوانين، حد بجد لما نحتاجه نلاقيه، حد قريب مننا يحس بينا، يكون واحد عنده القدرة والحكمة والكفاءة في تمثيلهم في البرلمان القادم ان شاء الله. هنوجه رسالة بسيطة لأهل دائرتك الجميلة اللي قابلتنا باسترحاب جميل والشعبية الجميلة المطلقة اللي احنا شفناها اول امبارح دي. نقول لهم ايه؟ اهلي دائرة المنتزه الكرام، انا لما تقدمت للترشح عن دائرة المنتزه او عن دولة المنتزه، لان احنا في دائرة المنتزه دايما بنسميها دولة، لان احنا اكبر دائرة تقريبا في الاسكندرية ومن اكبر الدوائر في مصر كلها. دائرتنا تعدادها 1,200,000 صوت، عدد السكان فيها 2 مليون نسمة. احنا دولة او دائرة اكبر من دول الخليج. احنا محتاجين بجد اربع نواب، مش نواب عاديين، احنا محتاجين اربع نواب مقاتلين محاربين. الفترة الجاية محتاجة نواب اكفاء، الفترة الجاية محتاجة نواب مننا يخلصوا العمل، كل هدفهم وكل اولوياتهم مصلحتنا، كل جهدهم يكون لتحقيق مصالحنا. انا بوعدكم لو شرفتموني ودعمتموني واخترتوني، هكون بجد صوتكم المعبر عنكم، صوتكم الحر الجريء اللي بيعبر عنكم في البرلمان. اوعدكم ان يكون لكم نائب تفتخروا به ويشرفكم. انا مش جاي اقول لكم جربوني، انا جاي اقول لكم احنا كان لينا قبل كده تجربة مع عمي الحاج محمود عباس العتي من 20 سنة. انا جاي النهاردة اقول لكم انا جاي نكمل المسيرة، جاي نكمل معاكم، وعلى العهد والوعد معاكم هكون نائب مخلص ليكم وقادر على خدمتكم ان شاء الله. عايز طلب او هدف من ضمن اهدافك واولويات، يعني انا عايز حاجة حقوقها واحدة بس هتقولها لي من ضمن الاولويات دي. انا برنامجي بيتركز على اكتر من حاجة، بس في الاولوية القصوى عندي الاهتمام بالتعليم والصحة. انا كل البرنامج عندي فيه الاهتمام بالشباب. لا المرأة طيب لها دور عندك؟ دور كبير طبعا، المرأة وتمكين المرأة لها دور كبير جدا في البرنامج بتاعي. الشباب، الفلاحين، اهلنا بريف المنتزه، التعليم، الصحة، كل المجالات تقريبا مركز عليها في البرنامج. وان شاء الله لو اكرمتموني ودعمتموني هيكون لنا دور كبير في المرحله الجايه ان شاء الله. بالنسبه للصحه والتعليم، بالنسبه للصحه والتعليم، احنا الدوله مهتمه جدا في المرحله الماضيه بالتعليم وازدهار التعليم وتنميه التعليم. التعليم انا رؤيتي فيه ان التعليم بيبدا في الاساس من المعلم وليس من التابلت او البنايه. تمام. بناء التعليم بيبدا ببناء المعلم اولا. فالفتره الجايه ان شاء الله من اولوياتي هو بناء المعلم والاهتمام بالعملية التعليمية، وأيضا الصحة من المجالات اللي محتاجة اهتمام كافي جدا، وده هركز عليها جدا في المرحلة الجاية إن شاء الله. تمام. أنا مش عايز أنهي اللقاء مع حضرتك، ولكن بس أسمحك إن احنا نكون مع بعض هنسمع ونشوف حلقة أو تقرير يمكن احنا كنا هنذيعه الأسبوع الماضي، ولكن من ضيق الوقت ما لحقناش، ووعدناكم ان احنا نذيعوا الحلقه دي. التقرير بيخص ممدوح ابن محافظه البحيره مركز كفر دوار، الشاب اللي عنده 27 سنه مش عايز اقول عليه معاق، ولكن هو مريض في ايده وبقه. كان بيعاتب السيد عبد الفتاح السيسي وبيقول له ليه يا ريس سبتني، انا انتخبتك وانت سبتني الم كراتين. ولكن المعاتبة كانت معاتبة من ابن لأبوه، والرسالة ما كانتش للسيد عبد الفتاح السيسي، ولكن الرسالة كانت لجميع شباب مصر. ايه هي الرسالة وايه هو المضمون؟ يعني حضرتك سيادتك شاب جميل 27 سنة عنده إعاقة في ايده وبقه،
وشغال وبيكسب بنعرض عليه حاجات هنشوفها في التقرير ما وافقش عليها. فكان بيعاتب السيد عبد الفتاح السيسي ببعض الكلمات هنسمعها مع بعض. فانا عايز سيادتك تسمع معايا التقرير ونشوفوه مع بعض ونرجع له. خليكم معانا نسمع التقرير ونرجع لكم. شفتوا ممدوح؟ ممدوح يا جماعه انا الرساله ديت موجهه للشباب. الشباب اللي قاعده على الكافيهات وقاعده على المقاهي وبتقول عايزه شغل. بتطالب البلد بان مفيش شغل وعايزه شغل من السيد عبد الفتاح السيسي والمسؤولين. انت قاعد طول النهار وطول الليل سهران على القهوه او على الكافيه وتنام لغايه تاني يوم العصر وبتقول عايز شغل. شفت ممدوح؟ شفت ممدوح وهو شغال وبيكسب وبعدين بقول له انت ليك معاش، يقول لي لا انا مش عايز اعانه من البلد. انا عايز شغل وعايز اكل من عرق جبيني. ممدوح اللي هو اللي نقوله المريض. المريض ايه يا جماعه؟ ده كده مريض؟ ده ممدوح ده يعتبر فخر الشباب. ايه رايك يا سولي؟ انا بوجه كل التحيه والاحترام لاخويا ممدوح، انت فعلا فخر للشباب زي استاذ ماهر ما قال. انت نموذج محترم جدا، نموذج محترم جدا، ما استناش يعيش على حد. شوف هو بيعاتب الرئيس احنا يعني هو بيعاتب الرئيس مش انا كمان منه. بضم صوتي ليك وبنعاتب المسؤولين وبنعاتب سياده الرئيس. ممدوح ليه حق الدستور كفله له. نسبه المعاقين ال 5% احنا مش هنرفضها على مش هنقول عليه عقد استاذ وليد رافضها انا مش هقول عليه عقد لا رافضها لا نسبه التعيين في نسبه تعيين الدستور كفل نسبه معينه في التعيينات الحكوميه لذوي الاحتياجات. انا ما بقولش معاق لان انت مش معاق، احنا اللي معاقين لاننا سبناك تلم كراتين. هي مهنتك مش عيب ولا حرام بس انت حقك علينا اكبر من كده بكتير. انت ليك مننا كل التحيه وكل الاحترام. هنحاول، انا بوعدك هحاول جاهدا اتبنى حالته وهحاول اتواصل مع اي حد من المسؤولين ان احنا نشوف عمل لاخونا المحترم اخونا ممدوح ان شاء الله. ممدوح حاجه جميله جدا جدا بيعاتب السيد عبد الفتاح السيسي معاتبه الابن لابوه، ولكن هو ليه حق عندنا، مش عايزين برضك نكذب على بعضنا. هو ليه حق، ممدوح ليه حق يعيش في البلد وليه انه يشتغل، ورغم ان هو ليه معاش قال لك انا رفضت المعاش ومش عايز اخد اعانه من البلد ولكن شغلوني. دي رساله قويه جدا جدا لشباب مصر كلهم. مش عايز اقول مريض، لا ممدوح ده هو مصر. وان كان هو مصر ومريض فانا عايز اقول لكم تمرض مصر وتعالج ولكنها ابدا لن تموت لن تموت. شكرا لمعالي المستشار وليد العت الله يخليك. شكرا. كان النهارده تقرير وكان يوم جميل ان احنا استضفنا سيادتك النهارده. شكرا للسادة المشاهدين، ان شاء الله منتظرين قضاياكم وجميع مشاكلكم. احنا بنوعدكم ان احنا هنكون معاكم احنا والمسؤولين والنواب سادة النواب لجميع حل مشاكلكم. انتظرونا كل اثنين في برنامج عيون الحياة.